يسوع سيدنا النبي الفاتح لرعاته. وبقول مرحبا للي أتى في الحرم جاني وكثر الهواية العقل السليم العقل السليم جنة وفي قلبك علق بالمكشوفة في الدنيا اللي سلتها حفرة وكومة تراب فرحان بفلوس وأراضي وبيوت وتلقاه من شجر العنب جنة ونسي نسي 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 أبا فاطمة الزهراء مش نور المدينة بس نور الكون كله فاتح دراعاته بيقول مرحبا باللي زار الحرم جن جن ظهر معايا جرح من جوا حشايا ناس لمست معايا الألم أصرخ أقول يا ناس ولا عايز فلوس ولا بيوت ولا أراضي ولا مرجان ولا ذهب ولا ماس أنا طالب يرضى عني رب الناس ويبقى لي مكان في الجنة حاسس بألم بصرخ بقول يا ناس ولا عايز لا بيوت ولا أراضي ولا مال ولا عايز برجان ولا لولي ولا ذهب ولا ماس أنا طالب رضا رب الناس ويبقى لي مكان في الجنة عايز فلوس ولا عايز الجنة؟ جنة عايز الجنة اعمل ليه؟ خش عم خش قول ارفع بقت الناس مش حال الناس مش حال الناس الناس بقيت حالة مش حال الناس وما يرجع لدينا فتاكك بس هو قد عليك مش حال الدنيا هي حال الناس
جبنا ثلاث كاسات بس على الحزن تبقى فوق. ناس قبلي ما يضحكوش علينا. ما بديش حالة داني بقى حالة الناس والله. صرفت فلوسي عجبني ده الامر المعادش عاجب 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 وانك ميزك اول ما تلاقي بيت غلط في حرب اطلع له فوق اضربه بالكفه. وعجبني انا ضيعت فلوسي عجبنا عجبني وذا الامر المعادش عاجبني ما بقيش حالة الدنيا بقى حالة الناس. وطول يا شيخ عشان خاطر ولا زين درويش رحمه الله عليه اقول لك راح اطير ميه وامشي عاوزين تضرب الفرقه بالابوه انا مالي شيء بطلتها حالف عليها والله بقى حاله ثانيه ما بقيش حاله ثانيه والله بقى حاله الناس لا عارف. لو اخر الليل انا اقول عازم عشان تلاقوا في حياتي اقول عبد الله بس ما بحبش الفلوس. يلا اللي بحب ستنا الذي سمعنا تجربه عسل عسلها بقي خوطين فداني وكتري تبناصة وخباصة وفداني حتى في بيت واحد بقي الأخ يكره أخوه ولا حد يسأل. والله حالنا عشان أقريبك المسافات حال الدنيا بحال الخلايا
اصبحوا ميت عليهم منظمين المشي عليهم انا بصبح ميت عليهم وانا يا زرزور اللي مشي علاهم انا بصبح ميت على هم بصبح وميت عليهم وانا الطبيب بيكشفي عليهم ويشرح اللي يكحب عليهم مفيش مالك الدنيا سلام يا ولد لو تستمروا لاخر دور اديك الكاس ده وهجيب لك واحد تاني من البيت اديك لك شكران مش هتاخده and
الناس تغير حالها اجمع دن هدي الناس اللي جرالها العارفين من حرام ومن حلال شم العبر اللي يفيح يا دبعد على حيلك ريح شم العبر اللي يفيح وانت المال عندك تريح وانت القر وجمال يا سلام يا سيح الله على أبوك يا أبنان كل شي في الجيب حلال
ديال معاصي ادوس اهم حاجه راحت البال من على ابوها من على ابوها بلوش امشي في طرق الحلال ولا الطريق حرامها ادوس وابقى زي الشيخ تفاقد اخش في الصبح ولازم اهدي الفوش وحاسه الكار خلف بيقولوا عملوا للمعاني كوش والناس الضفاه لا بينحنوا ولا بيوطوا الروش وعشاب القرية وحنطل عدلت في جدي انا مخصوص وسن النبي قال لا يدخل جنة الديوس مستريح خلي التافه في فلوس يحرق ابوك فلوس اكيد معدي يحرق ابوك فلوس اكيد معدي هاي فلوسي هو يبيعها يا عمر راجل والله بدي اعمل طلاق الفلوس Yeah.